السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث في هذه المحاضرة لكم عن استخدام جدول Binomial Distribution والبواسون Distribution. ونبدأ بالBinomial Distribution Table. هذا الجدول ليس موجودا في الكتاب، وإنما أخذته من كتب أخرى، وهو موجود في السلايدز، وبإمكانكم استخدامه في أي وقت خلال الامتحانات أو أي وقت. أولا، بالنسبة لهذا التوزيع الباينوميال، فهو يعتمد على N و P. N عدد محاولات برنولي المستقلة، و P احتمال السكسس في أي واحدة من هذه المحاولات. هذه المعادلة تعطينا CDF للباينوميال random variable عند النقطة X، فنجمع from K equals 0 to X N choose K P to the K times 1 minus P to the N minus K. الجدول يعطينا الاحتمالات هذه، فمثلا إذا عرفنا N و P فنستطيع إيجاد الاحتمال F X، أو احتمال أن X أقل بتساوي X كما سنرى في المثال بعد قليل. فمثلا لو كان عندي عدد محاولات يساوي 6، فبالنسبة لعدد السكسس بيأخذ القيم من 0 إلى 6، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. وهنا القيم الموجودة لـ B 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، لحتى 50%. فمثلا إذا كان N تساوي 6 و P تساوي 5/10، وأردنا حساب الـ CDF للـ Binomial Random Variable عند النقطة 4، فنأخذ هذا الصف ونتقدم حتى نصل إلى العمود الذي أعلاه توجد قيمة P وهي 50%، فبالتالي الاحتمال يساوي 0.8906. وهكذا سنرى الآن بعض الأمثلة. طبعا هذا الجدول يستمر في الـ N حتى 29 أو حتى 30، وأحيانا أكثر من ذلك في بعض الكتب. مثال واحد: assume that X is binomial 10.5. هذا الرمز معناه أنه X توزيعه binomial، عدد الترايلز فيه يساوي 10، واحتمال السكسس يساوي 0.5 في كل واحدة من هذه المحاولات المستقلة. فالمطلوب حساب أولا P of X is less than or equal to 5. B احتمال X is greater than 2 and is less than or equal to 5. C P X is greater than or equal to 2 and is less than or equal to 5. D P of X equals 5. نبدأ بالفرع A، فنريد حساب احتمال أن X أقل أو تساوي 5. فننظر في الجدول عند N تساوي 10، وفي العمود الذي أعلاه P تساوي 0.5، وهو آخر عمود. فN تساوي 10 هنا، والمطلوب حساب احتمال أن X أقل أو تساوي 5، يعني CDF of X عند 5. فهنا 5، والعمود الأخير هو الذي يقابل P يساوي 0.5، فبالتالي هذا الاحتمال 0.6230. إذن هنا 0.6230. نأتي إلى الفرع B، المطلوب حساب احتمال أن X أكبر من 2 وأقل أو تساوي 5، وهذا باستخدام تعريف الـ CDF. هذا يساوي احتمال X أقل أو تساوي 5 ناقص احتمال X أقل أو تساوي 2. طبعا 2 ليست موجودة هنا، فبالتالي نضعها هنا. وهذا طبعا يختلف لو وضعنا أقل من 2، لأن الـ Binomial Random Variable discrete، فبالتالي إضافة نقطة أو حذف نقطة يؤثر على الاحتمالات. فحسبنا احتمال أن X أقل أو تساوي 5، ووجدنا أن قيمتها تساوي 0.6230، ونريد حساب احتمال أن X أقل أو تساوي 2. فنعود إلى الجدول عند N تساوي 10، ونأخذ هنا عدد السكسس 2، ونذهب إلى العمود الأخير المقابل لـ P equals 0.5. هنا الاحتمال المطلوب هو 0.0547. نطرح فنحصل على الجواب وهو 0.5683. أما بالنسبة للفرع C، فنريد حساب هذا، وهو يشبه فرع B، لكن 2 هنا
موجودة. طبعا إكس أكبر بتساوي 2 وأقل بتساوي 5، يدويا نستطيع حسابها بأن نحسب احتمال أن إكس تساوي 2 زائد إكس تساوي 3 زائد إكس تساوي 4 زائد إكس تساوي 5. أما في الفرع بي فنحسب فقط احتمال أن إكس تساوي 3، لأن 2 مش موجودة من ضمن قيم إكس. هذا الاحتمال أكبر من هذا لأنه في حد زيادة، فبالتالي نقول احتمال أن إكس أكبر أو تساوي 2 وأقل أو تساوي 5 تساوي احتمال إكس أقل أو تساوي 5 ناقص احتمال أن إكس أقل من 2، لأن 2 موجودة هنا فلا يصح أن تكون موجودة هنا أيضا، وهذا يساوي احتمال إكس أقل أو تساوي 5 ماينس احتمال إكس أقل أو يساوي 1. حسبنا احتمال إكس أقل أو تساوي 5 ونريد أن نحسب من الجدول احتمال إكس أقل أو تساوي 1، فنذهب إلى نفس الجدول عند n تساوي 10 ونأخذ الصف المقابل لواحد وننظر القيمة الموجودة في العمود الأخير وهو يقابل b تساوي نص، ف O1 O7 إذا O1 O7 ونطرح فنحصل على 0.6123. نأتي للفرع الأخير في هذا المثال فنريد أن نحسب احتمال أن x تساوي 5. الجدول مصمم لحساب السي دي اف فبالتالي لا يعطينا الاحتمال هذا بشكل مباشر، فنستخدم الفكرة أن احتمال x تساوي 5 تساوي احتمال x أقل أو تساوي 5، فبكون أضفنا الاحتمالات أن x تساوي 0 و1 و2 و3 و4، فنطرح منها احتمال x أقل أو تساوي 4، فتبقى لدينا احتمال أن x تساوي 5. هذه حسبناها من الجدول وهي 0.6230، ونريد حساب احتمال x أقل أو تساوي 4، فنذهب إلى نفس الجدول ونأخذ الصف المقابل لأربعة، أربعة اللي هو عدد السكسس، فنأخذ القيمة الأخيرة المقابلة لـ p equals 0.5 فنحصل على 0.377، فنعوض هنا ونطرح فنحصل على الاحتمال المطلوب وهو 0.246. وبالتالي أي احتمالات تتعلق بالباينوميال يمكن حسابها بهذه الطرق. والآن ننتقل إلى توزيع بواسون. الباسون راندوم فاريبل توزيعه ديسكريت وهو يعتمد على معلمة واحدة فقط وهي اللامدا ريت، وهي معدل حدوث الأشياء أو السكسسز في فترة زمنية معينة أو في مساحة معينة، فهذا الريت اللي بيعطينا إياها عادة في السؤال. أما بالنسبة لهذه القيم فهي القيم الممكنة لللامدا 0.1 0.2 لحتى 1، ثم ننتقل 1.1 1.2 لحتى 2 وهكذا، نستمر لحتى لامدا لحتى 11. وبعض الكتب تضع جداول للباسون لأكثر من لامدا تساوي 11، يعنينا هنا فقط معرفة استخدام هذا الجدول. أما بالنسبة لهذه فهي الإكس، الإكس الموجودة هنا في السي دي إف، فهنا نحسب السي دي إف، فـ F of X equals P of X أقل أو تساوي X، فبنجمع من أول قيمة بياخدها البواسون وهي الصفر لحتى X، وهذه الـ بي دي إف لتوزيع البواسون لامدا to the K e to the minus lambda over K factorial. على سبيل المثال لو أردنا حساب أنه نحصل على أقل أو تساوي 2 successes لما لامدا تساوي 2، يعني نريد حساب سي دي اف للبواسون صاحب اللامدا تساوي 2 عند النقطة 2، فنذهب إلى العمود الأخير فنجد أنها 0.677. لو كان المطلوب هو حساب السي دي اف عند 5 مثلا وكانت لامدا تساوي 1.5 فالاحتمال المطلوب هو 0.996، وهكذا بالنسبة للباقي، وتستطيعون حساب الاحتمالات كما في المثال رقم 1 أو المثال السابق. والمهم عندي في هذا المساق هو استخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري لحساب الاحتمالات لحساب المساحات تحت منحنى التوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي المعياري. وبالله التوفيق.